بغيت نعطيك سقنطة، بما أننا في المناسبة ديال عيد المولد النبوي الشريف، حنا الجهة الشرقية معروفة بسقنطة. اييه رشا هاد الايام في الفيسبوك يعني رايجه بزاف تبارك الله، بزاف سيدات اللي صايبوها. راني يلاه صايبتها تبارك الله، ما حطيتهاش واخا ان شاء الله. نمشيو للتاق انت ياك على الطريقه الوجديه. الطريقه الوجديه. المهم بالنسبه كنحتاجوا فيها الدقيق. الدقيق كيبقى على حسب الرغبه، المهم انا غادي نعطيهم واحد الكميه اللي لا باس بها اللي درتها انا. خديت واحد ثلاثه ديال الدقيق تقريبا اللي كتعادل واحد 300 غرام، كتبقى على حسب الحاجه ديالنا. كنحتاجو نصف الكميه ديال الزيت، يعني حتى هي عندي ثلاثه. ودائما كنشير لهذه النقطه ان يمكن لينا نشوفوا الدقيق واش كيتشرب او لا. الدقيق اللي كيتشرب يعني غادي يحتاج كميه اكثر ديال الزيت، وإلا كان النوع يعني عادي ما يتشرب ما والو غادي نكتفيو غير بالكمية اللي عتات، يعني ثلاثة ديال الدقيق مع ثلاثة ديال الزيت. إيه كنحتاجو تقريبا واحد أربعة أو خمسة المعالق ديال السكر كلاصي. أنا ما كنقويش فيها السكر لأن أصلا هي كتنتكل بالتمر، يعني باش تجي الحلاوة هي هذيك. وبالنسبة للسكر كلاصي ماشي سكر سنيدة، لأن السكر سنيدة واخا تنديروه ما كيذوبش مزيان، وفي الماكله ديالها كتجي شويه كتحسوا بديك التغزوزه ديال السكر، لهذا كنستعملوا سكر كلاصي. كناخذوا الجلجلان تقريبا واحد نص كاس صغير. هي الوصفه الاصليه كيندار فيها غير الجلجلان، انايا كنضيف لها حتى اللوز مقلي او محمر غير في الفران من الاحسن، لان اصلا تقنطه راه طيبه في الزيت. كنحمروا في الفران مزيان وتنهرب شو رقيق وتنحطها في الطبيخ. بالنسبه للطريقه تناخذ واحد الطنجره، ضروري ما كتكون الطنجره اللي شويه ثقيله او الكوكوت. اييه فعلا. كنديروا فيها داك الزيت حتى كيسخن، باش نعرفوا ان الزيت ديالنا سخن مزيان كناخذ واحد شويه ديال الدقيق تنديروها في هذا الزيت هذا، كنحسوا به بحال اللي بدا كيغلى. صافي في هذه المرحله هذه كنضيفوا الدقيق اللي عندنا، ولكن هنايا غادي نتابعوا لان نضيفوا شويه بشويه ونستعمل واحد المعلقه ديال اللوح، لان باش ما يطيرش علينا فاش كيكون الزيت سخون مع الدقيق ما يعطيناش داك الفوران الكثير. المهم تنضيفوها شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه ديال الدقيق ديالنا، وتنخلطوها مزيان باش ما تبقالناش عندنا الحبيبات ديال الدقيق، باش كلشي ينسجم مع داك الزيت. وعلى النار ضروري ما كتكون مهيله النار، لان هي في الساعة كتحرق، الا كانت النار مجهده كتحرق يعني ماشي كتحمر. ضروري ما كتكون النار مهيله بزاف، وحنا كنحركوا فيها مره تقريبا يعني مدة ما كنغفلوش عليها. كتاخذ لينا تقريبا واحد الوقت ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ولكن دائما على حسب الكميه اللي حنا مستعملين. اييه يعني ما كتبقاش نفس المده. صافي من بعد ما كتاخذ ذاك اللون الذهبي للون ديال الكراميل، صافي في هذه المرحله هذه كنضيفوا لها سكر كلاصي وتنخلطو. يمكن اللي كيبغي العسل يضيف حتى العسل، العسل كيجي فيها زوين، ولكن هي معروفه غير بالسكر. صافي كنحركو مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر مزيان في الخلاط. وكنطفيو البوطه ديالنا، كنضيفو الجلجلان اللي كيكون في هذا مقبل وداك اللوز حتى هو. صافي تنخلطوها وتنخليوها كتبرد. هي اصلا فاش كتبرد كتاخد قادك كتزيد تاخد اللون اكثر من داكشي اللي كانت عليه، لان كتشد السخونيه بزاف. اييه واخا. صافي وكتقدم مع التمر، هي اصلا كتنتكل مع التمر، دائما كتكون متواجده في كل دار في مناسبتين. بالنسبه للمناسبه ديال عيد المولد النبوي الشريف والمناسبه ديال العقيقه فاش كيكون عندنا واحد مولود اسبوع. كتكون عندنا في الدار لا هي لا البركوكش، هادو شويه اللي في الفطور في حاضرين في هذه المناسبات. تبارك الله يعني الحمد لله. هذه يعني هي لمن كتشبه، كنظن انه حتى كاين شي حلوه كتشبه ليها مثلا في منطقه اخرى ديال فاس ولا مكناس، عندهم حتى هما بحال هذا الشكل ديال هاد التقنته ياك، هذا هو الاسم ديالها. حنايا سميتها تقنته، ولكن جهه اخرى نظن عندها اسم اخر، ولكن شويه عندها شي تغيير. ضروري اييه، كل مدينه وعندها اللمسه ديالها والخاصيه ديالها.
الله يعطيك الصحه اللي فكرتينا بهذا الاقتراح اللي هو يعني على الطريقه الوجديه واللي اكيد ممكن على ان كل السيدات يتقاسموا في المناسبات كيف ما قالت لاله فاتحه سواء العقيقه او لها كالاحتفالات في الاعياد والمناسبات. فاتحه كنشكرك بزاف بزاف، للاسف ما بقاش لنا الوقت وتبارك الله عليك وتشرفت بالمعرفه ديالك واكيد المستمعات استفدوا من خلال الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم، اقتراحات سهله.